بهذا الفيديو راح أجاوب على أسئلتكم. تجيني كثير أسئلة منكم في التعليقات أو الرسائل، وبتكون عادة أسئلة شخصية عني أو عن الألعاب أو عن اليوتيوب وكثير أسئلة ثانية. فبهالفيديو راح أجاوب على بعض هالأسئلة، وعشان يكون الفيديو حماسي راح ألعب Call of Duty Warzone 2 وأنا قاعد أجاوب الأسئلة. الهدف إني أجاوب على كل الأسئلة وأجيب الفوز في اللعبة. وخلني أجاوب على أول سؤال متأكد راح يجي في التعليقات، هل اللعبة مجانية؟ إيه، Call of Duty Warzone 2 مجانية بالكامل على جميع المنصات. اللعبة المدفوعة هي Modern Warfare، واللي راح أسوي عليها giveaway بهذا الفيديو. إيه، هالفيديو عليه giveaway لنسختين ل Call of Duty Modern Warfare 2. إذا حاب تدخل بفرصة الفوز عليهم، ادعم الفيديو بزر اللايك، اشترك في القناة واترك أي تعليق أسفل الفيديو. ويلا خلينا نبدأ بالفيديو الآن. اوكي بدأنا الجيم. للأسف ما في سولو، ما اقدر العب لوحدي، هالطور غير موجود، فمضطر اني ادخل مع سكواد، بس ان شاء الله يكونوا لاعبين ويساعدوني على الفوز. طيب قبل لا ادخل في الاسئله، في اسئله بتسالوني اياها دائما وجاوبت عنها بفيديو اسئله السنه الماضيه، راح اجاوب عنها الان بشكل جدا سريع. نفس السؤال الاول، كم عمرك؟ عمري 26 سنه، احس اني كبرت والله. السؤال الثاني، متزوج؟ لا والله لسه. ليش؟ ما التقينا في بنت الحلال الى الان. لو في بنت حلال ودها كذا، لا امزح. السؤال اللي بعده، انت من وين؟ انا من سوريا، واظن اذا متابع جديد راح تستغرب هالشيء لاني ما اتكلم سوري بفيديوهاتي ابدا، والسبب بهذا الشيء هو اني انا في اليوتيوب من 2010، فعلى وقتها ما كان في الا سعوديين على اليوتيوب، فلو كنت ابي اتكلم سوري من وقتها راح يكون شيء غريب دي. معني بيني وبين اهلي اتكلم سوري، بس في اليوتيوب مجرد ما ابي اصور فيديو خلاص عقلي صار في سويتش اوتوماتيكي يقلب على اللهجه السعوديه. طيب واخر سؤال تسالوني دائما اللي هو، انت شو دارس او شو تخصصك الجامعي؟ انا متخرج بعام 2020 هندسه مدنيه. ايه انا بشار اللي اسوي فيديوهات جيمنج، انا مهندس مدني، عندي شهاده هندسه مدنيه، بس خرجت 2020 وما اشتغلت في تخصصي ابدا، يعني تخرجت من هنا وركزت على اليوتيوب بشكل كامل. فهذه الاسئله اللي تسالوني اياها دائما والمكرره، قلت خلني اجاوبها على السريع كذا بدايه الفيديو. اوه في واحد هنا. القم. حلو حلو، اوكي في ناس هنا نرمي عليهم غاز. حلو طيحت الاول. القم، هذا كان اخر واحد بالسكواد. اي هذا كان اخر واحد بالسكواد، والعاصفه دخلت علينا. يلا 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 يلا. اوكي طلعت من العاصفه وسكوادي كلهم ميتين، انا اخر واحد. اوكي لازم اضل متخبي على بين ما هم يعيشوا. طيب وانا متخبي، خلي اخذ سؤال، ليش مسمي قناتك بشار كي كي؟ اوكي هذا مسكين مات العصب وانا فنشت عليه. انا اسمي بشار كيال، حلو، وصراحه سبب تسميه قناتي في بشار كيكي سبب جدا سخيف، بس بالمختصر من زمان انا وصغير رحت انا وصاحبي على مقهى انترنت عشان وقتها كان في لعبه كاونتر سترايك، نبي نسوي حساب ونلعب كاونتر. فصاحبي كان اسمه جميل زياد، فسمى اسمه جميل زد زد، انه هو اسمه الاول جميل واسمه اسم ابوه زياد زد زد. فانا قلت اوكي يلا انا مثلك بشار كيال بشار كيكي، وما كنت ادري ان هذا الاسم راح يضل عالق معي طول عمري. اوكي في واحد فوق، لو طلعت له بالزيب لاين راح اموت صح؟ اي راح اموت. لا تطلع، هيموت هيموت. شوفوا واحد اثنين ثلاثة، خلني امشي وراه، خلني اجي وراه اعزز له. اوه والله بالوقت المناسب. والله جالس دعس انا اليوم. اوكي سؤال ثاني، ما هي الالعاب اللي كنت تلعبها في ايام طفولتك وكيف بدأت مسيرتك في اليوتيوب؟ بس خلني اقتل اللي هنا وبعدين اجاوبك. قتلته. حرام، أما خسرنا. والله كان الجيم حماسي. طيب جيم جديد، خلينا نجاوب على السؤال على طول. طبعا من انا وصغير احب العاب الاكشن الحروب، فكنت العب كثير لعبه كاونتر سترايك، كان في لعبه اسمها كوماند اند كونكر كانت رهيبه، ادمنت عليها بشكل مو طبيعي، كمان لعبه حروب. فالمهم مرت علي الايام وادمنت على لعبه شوتر اسمها وولف تيم، كانت لعبه جد جداً سيئة، ما أدري كيف كنت ألعبها بكل صراحة. بعد ما أدمنت على هاللعبة لفترة، أخوي كان مسافر وكان جاي من السفر، إجا وشافني قاعد ألعب وولف تيم، طلع علي كذا بشمئزاز إنه شو اللعبة اللي قاعد تلعبها؟ تعال تعال خلني أعلمك على الألعاب الصح. وقتها كان شاري جهاز البلاي ستيشن 3، هالكلام عام 2009، شبك لي جهاز البلاي ستيشن 3 وكان قاعد يلعب هو لعبة كول أوف ديوتي مودرن وورفير 2، وقال لي هذه الألعاب العب، ولعبت كول أوف ديوتي ومن وقتها أدمنت عليها إلى يومنا الحالي، وهذا يجاوب
مع السؤال الثاني اللي هو كيف بدأت في اليوتيوب. مسيرتي باليوتيوب بدأت عام 2010 بعد ما أدمنت على كول أوف ديوتي. كان بكل بساطة أجيب لقطات حلوة في كول أوف ديوتي، مثلا أذبح 2-3 بطلقة واحدة نفس ما قتلت هذا الآن، وأبي الناس يشوفوها. كنت أصور هاللقطات وأرفعها على اليوتيوب، بس هذه بدايتي في اليوتيوب حرفيا. وحاليا لو تفوت على قناتي هتلاقي فيديو عام 2012 أتكلم فيه، هذا أول فيديو أتكلم فيه، قبلها كانت كلها مقاطع أي كلام مسحتها بعدين. في سكواد هنا شايفيني، هم صح شايفيني شايفيني شايفيني. عراق ساعدني عراق، تعال عراق أنا وياك على هذا، أنا وياك على هذا، تعال تعال والله أشيلك يا عراق، قوم يا وحش. القم 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 يا هطف. وشت العاصفة. اوكي كويس كويس انه عندي غاز ماسك. في اثنين قدامي، الاول راح. اقدر اطلع عايش؟ حرام كنت اقدر اطلع عايش. طيب بما اني مت خلنا ناخذ سؤال ثاني. سؤال، ايش عنوان بيتك؟ ايش تبي في عنوان بيتي يا خوي؟ ايش تبي في عنوان بيتي؟ اوكي خلنا ناخذ سؤال جديد. ايش هي طريقة شرب الماء؟ تمسك قنينة المي، تقول بسم الله وتشرب. طيب سؤال ثاني، انت تشرب مي مثلنا لو شنو شباب؟ شو بيكم على المي يا شباب؟ طيب سؤال ثالث، أرجوكم أني بسؤال جدي، ليش الموية لونها أزرق؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. صح والله جد، ليش الموية لونها أزرق؟ مي شفاف بس في البحر لونها أزرق، تعرفوا إيش؟ أبي أدور والله على جوجل، أبي أعرف السبب. السبب الرئيسي وراء زرقة المسطحات المائية هو الامتصاص الانتقائي للضوء، فهذا الجواب. أنا متأكد 100% أني تعلمت هذا الشيء في درس العلوم في المدرسة، بس طار من مخي نفس كل شيء تعلمته في المدرسة والجامعة. اوكي في واحد قاعد يطلق علي، يلا بس يلا انت اللي بديت مسكين. لوحده كان هذا. انا عندي الجندي الوهمي، خلني استعمله هنا، خلني اشوف بمقلبهم ولا لا. ايوه اوكي اوكي باخذ هذه المغامرة بشوف تنفع ولا لا. نفع نفع، مشغولين بالفخ حقي، مشغولين بالفخ حقي. اوكي شو قاعد يصير هنا؟ ما ادري شو قاعد يصير بس اهرب. ولا ليش اهرب؟ مو انا اللي اهرب، مو انا اللي اهرب، هم اللي يهربوا. تعالوا ايوه اقتلك في الهواء، تعال موت. حرام عراق، هذا نفس عراق من الجيم الماضي. والله اي واحد تلاقي اسمه عراق عارف انك كفو. القم القم بس، مين مفكر حالك؟ لا لا وين؟ في ناس غادريننا بالبحر من ورا، في غواصين ورانا. طيب خلينا ناخذ سؤال ثاني. بشار وين درع اليوتيوب الذهبي؟ وصلت 1,000,000 مشترك من اكثر من سنه والى الان ما تستعرض درع ذهبي بغرفتك، صح؟ وصلت 1,000,000 مشترك بعام 2021 والى الان ما احط وراي الا درع ال 100,000. طيب خليني احكي لكم القصه اللي صارت معي. وصلت 1,000,000 مشترك وكنت متحمس مثل اي حد، ورحت وقدمت على الدرع الذهبي على طول. استنيت شهر شهرين ثلاثه ما وصل لي الدرع، فرحت سالت احد اليوتيوبرز اصحابي اللي موصل 1,000,000 مشترك، قلت له انت متى وصلك الدرع؟ قال لي ان قدم واستنى مثلي فتره طويله وما وصله. بعدين راح وكلم دعم اليوتيوب، ودعم اليوتيوب استعجلوا الموضوع وارسلوا لي اياه. فقلت له اوكي ونسيت الوضع، ما رحت كلمت الدعم، قلت خلني استنى، ماني مستعجل عليه. ومرت قريب السنه تقريبا وما وصل لي، قلت ايوه لا خلاص يعني راح اوصل 1,500,000 والى الان ما عندي درع. رحت وكلمت دعم اليوتيوب وقلت لهم يا شباب وين الدرع؟ قالوا لي اوه اسفين كان في مشكله ومدري ايش ونرسل لك الدرع فورا. وفعلا ارسلوا لي الدرع، الدرع الان عندي. تعرفوا ايش؟ خلوني اوقف شي مكان هنا تقريبا، ان شاء الله ما اموت حتى لو مت عادي، خليني اروح اجيب الدرع ونقول بسم الله ويا سلام. طيب قبل اشوف الدرع خلينا نشوف الرساله. رساله من مديره اليوتيوب نفسها تهنئني في اني وصلت 1,000,000 مشترك وانت تستحقها ومن هالكلام، وهذا هو الدرع اخيرا وصلني بعد سنه انتظار، او مو سنه، بعد 13 سنه انتظار. بديت اليوتيوب 2010 وصلني الدرع
2023. ما ادري اذا واضح بس بشار كي كي وبشار كيال. فايه اخيرا اظن هالمكان كويس للدرع. اكتبوا لي في التعليقات اذا كويس ولا غيره احطه في مكان ثاني. اوه انا متت ونحن على نهايه الجيم. يلا عادي، اهم شيء ضبطنا مكان الدرع. طيب جيم جديد، ابي ادعس من بدايه الجيم. القم والله طلعت له على قمة القلعة. القم القم المسكين فكر انه راح ينط ويذبحني بدون لا انتبه له. طيب خلينا ناخذ سؤال جديد. شرحك جدا ممتاز في القصص، شكرا على راسي والله. انا شخصيا بنام على سرد القصص تبعك. طب يعني توك مدحتني نفس الجملة خربتها. طيب ناخذ سؤال ثاني. ايش اكثر اكلة تحبها؟ اوه والله جبت موضوع الاكل وانا جوعان بكل صراحة. بس اوكي الجواب هو الكوسة المحشي. معروف من انا وصغير هذه اكلتي المفضلة والى الان احبها. فايه هذه اكلتي المفضلة. طيب ناخذ سؤال ثاني. مين اول الناس الداعمين لك في اليوتيوب؟ اذا كان قصدك يوتيوبرز، ما في لا اول الناس ولا اخر الناس. انا بعمري ما في يوتيوبر دعمني او نشر لي. يعني تلاقي عدة ناس يفتحوا قنوات جديدة، يضربوا صحبة مع يوتيوبر مشاهير ويصيروا يطلعوا معهم فيديوهات وينشهروا. انا لا ابدا، من بدايتي في اليوتيوب الى الان لوحدي، ما في ولا يوتيوبر نشر لي ولا اي شيء. فعشان كذا طول جدا لوصل مليون. يعني فتحت قناتي ب 2010 وصلت مليون مشترك في 2021، 11 سنة. القم في واحد ثاني، ابلع واحد ثاني. سامع الصوت الرابع هنا. القم سكوات كامل، أربعة أشخاص. سؤال ثاني، أتحداك تجاوب على هذا السؤال بالمصري. عاوزني أتكلم مصري؟ من عينيا يا باشا. السؤال هو إيه مفرد كلمة سبانخ؟ عاوز مفرد كلمة سبانخ. سبانخ سبنخ؟ سبنخ لا لا، سبانخ هي المفرد، ما فيش مفرد أو جمع لسبانخ. ما تستعبطش عليا. القم إيوه. طيب خلينا ناخذ سؤال جديد. ما شاء الله هذا كم سؤال. كريستيانو ولا ميسي؟ بلاي ستيشن 5 ولا اكس بوكس 2؟ ما في شيء اسمه اكس بوكس 2. لو خيروك تكون اوكي 1000 سؤال، راح اخذ سؤال واحد. السؤال اللي في النص، لو خيروك تكون مشهور ومفلس او غير مشهور ومعي فلوس؟ والله سؤال صعب بكل صراحه، بس راح اختار الخيار الثاني اللي هو اني اكون غير مشهور ومعي فلوس. مو لاني احب الفلوس، مو لاني طماع بفلوس، لا، بس اللي ما بيعرفون الناس انه الشهره فيها مسؤوليه. لو انت سويت ذنب، سويت شيء حرام خلينا نقول، راح تاخذ ذنب لوحدك. بس لو مشهور سوى شيء حرام ونشر هالشيء كعم ينشر حياته يعني، فراح ياخذ ذنبه وذنب كل الناس اللي شافوا هذا الشيء. انا الحين الحمد لله قاعد احاول اني ما انشر اي شيء حرام خلينا نقول، او شيء اخذ عليه ذنب، بس ما تعرف المستقبل ايش ممكن يصير. الشيطان شاطر، عشان كذا بختار الخيار الثاني اللي هو خلاص عندي فلوس واموري تمام وما في داعي للشهره. كيف ما مات؟ كيف ما مات؟ وخسرنا الجيم للاسف. طيب يا شباب راح اخذ اخر سؤال واجاوبه، لان خلاص ابي اركز بهذا الجيم على امل نجيب الفوز ان شاء الله. السؤال هو وش اقرب مقطع لقلبك وافضلها؟ والله جواب هذا السؤال صعب بكل صراحه، تقريبا
كل المقاطع اللي أسويها مميزة بالنسبة لي، لأني أنا ما أسوي فيديوهات كثير، لا ممكن بالشهر كله أحمل 4-5 فيديوهات بالكثير، بس لو لازم أجاوب لازم أختار فيديو، فرح يكون عندي فيديوهين. الفيديو الأول هو شرح قصة Call of Duty Black Ops Zombie، هذا الفيديو حملته من 5 سنوات بعام 2018، وهذا من أكثر الفيديوهات اللي تعبت عليها في حياتي. والفيديو الثاني هو الفيديو اللي له السبب بكبرة قناتي ونجاحها بعد الله سبحانه وتعالى، واللي هو أول فيديو توب 10 أسويه، سويته على نهاية 2019، كان 10 أشياء ما تعرفها عن جهاز البلاي ستيشن 4. هذا الفيديو نجح، جاب 1,000,000 مشاهدة، أنا بحياتي ما كان عندي 1,000,000 مشاهدة قبل كذا. فمن بعد نجاح ذاك الفيديو استمريت على التوب 10 إلى يومنا الحالي، ووصلت فوق 1,000,000 مشترك. طيب خلاص، هذا آخر سؤال، خلني أركز في اللعبة ونجيب الفوز. القم، شو عندنا هنا؟ أوه موتر سترايك، شكل المعركة طاحنة هنا. خلني أعزز لسكوادي وحط لهم قصف. سامع صوت واحد وراي، سامع صوت واحد هنا، والله القصف سمعان صوتك، والله القصف شغال، 2 بالقصف راحوا، وهذا الأخير، باقي 2 ونفوز الجيم، باقي 2. هذا الأول أبلع، هذا الثاني، خلاص فزنا، الله الله أخيرا طلعوا السكواد، والله دخلت معهم عشوائيين بس طلعوا رهيبين والله. أوه هذا أنا تيم أوبجكتيف، أكثر واحد مركز مع التيم، كابتن برايس. وكذا يا شباب نكون وصلنا لنهاية الفيديو، وفي عنا سؤال أخير بيقول ليش في ناس وصلوا لحد الآن في المقطع ومش مشتركين؟ سؤال منطقي صراحة، أتمنى تشتركوا في القناة. وبس كان معكم الشركة إيال وشركة كي، شوفكم فيديوهات ثانية إن شاء الله، مع السلامة.